بسم الله الرحمن الرحيم. جيل 2005، الله يعطيكم ألف عافية. طالع عليكم بهذا الفيديو لأحكي عن ثلاث مواضيع مهمات. الموضوع الأول الدوسي. فضل الله عز وجل الدوسي الآن موجود في كل مكتبات المملكة، مغطية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. الموضوع الثاني موضوع مواعيد الحصص والمراجعات. الآن الحصص إن شاء الله راح تكون يوم أحد والأربعاء، كل أحد وأربعاء في عنا حصتين لمادة الفصل الثاني. طب أستاذ شو بالنسبة للمراجعة لدمج الفصلين؟ كل ثلاثاء راح تكون عنا حصة تقريبا من 40 إلى 55 دقيقة، هي مراجعة فصل أول ودمج مع فصل ثاني، بحيث نظل على اطلاع مع الفصل الأول ومستمرين في الفصل الثاني. الموضوع الثالث هو الامتحان، لابد من امتحان يليق فيكم. في مادة الفصل الدراسي الأول كاملة راح يكون موعد الامتحان يوم السبت 4/2 الساعة 5 إن شاء الله تعالى. 50 دائرة بيقيسوا مستواك، بشوفوا وين أنت في المادة، بتراجع برضو من المادة، كثير شغلات بحيث يكون امتحان شامل وزاري يليق في هذا الجيل الفخم. آملا وداعين الله عز وجل دوما لكم بالإبداع والتفوق. يعطيكم العافية. وتد طريقك للنجاح.